بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات الهندسية لبكالوريا 2018 شعبة أداب وفلسفة وأداب ولغات أجنبية. أنصحكم بمتابعة هذا الفيديو لأنه رائع وقيم، حيث قال إي لأن متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، حدها الأول إي صفر وأساسها كي، حيث أعطيت لنا إي صفر في إي اثنان يساوينا 576 وإي صفر زائد إي واحد يساوينا 30. السؤال الأول قال بين أن إي واحد يساوينا 24 ثم استنتج قيمة إي صفر. ثانيا قال بين أن الأساس اللي هو كي يساوينا 4 ثم أكتب عبارة الحد العام إي آن بدلالة آن. ثم ثالثا قال أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن إي آن زائد واحد ناقص إي آن تساوينا 18 في 4 أس آن. ثم قال استنتج اتجاه تغير المتتالية إلى آل. ثم رابعا قال أحسب 4 أس 4 ثم تحقق أن العدد 1536 حدا من حدود المتتالية إلى آن وعين رتبته. ثم خامسا وأخيرا قال أحسب بدلالة آن المجموع أس آن الذي ينطلق من إي واحد زائد إي اثنان إلى غاية إي آن. إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذن ننطلق أبنائي في الحل، حيث قال إي لأن متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، معناه جميع الحدود إذا وجدنا واحد سالب وواحد موجب نأخذ الموجب لأن حدودها موجبة تماما. حدها الأول قلنا إي صفر وأساسها كي، حيث أعطيت لنا إي صفر في إي اثنان يساوينا 576 وماذا؟ وإي صفر زائد إي واحد يساوينا 30. قال بين أن إي واحد يساوينا كم؟ 24. إذا نكتب هنا البرهان أن إي واحد يساوينا كم؟ 24. عندنا شيء أبنائي نقول لدينا، ماذا أعطيت لنا؟ أعطيت لنا هذه العلاقة التي تقول إي صفر في ماذا؟ في إي اثنان يساوينا كم؟ 506 وماذا؟ و 76. لكن عندنا شيء اسمه الوسط الهندسي. ما معنى الوسط الهندسي؟ معناه إي صفر في إي اثنان ماذا يساوي؟ يساوي أن إي واحد مربع. أرجوكم احفظوا هذه حدود متتابعة في متتالي هندسي، مثلا إي ثلاثة في إي خمسة ماذا يساوي؟ يساوي أن إي أربعة مربع. دائما جداء الطرفين يساوي مربع الوسط، حتى تفهموا جيدا من هو الوسط الذي ينقص هنا بالداخل حتى تفهموا الفكرة. إذا إي صفر في إي اثنان من هو الذي ينقص هنا في الوسط؟ هو إي واحد. نقول إي صفر في إي اثنان يساوي إي واحد مربع، هذا ما نسميه الوسط الهندسي. وعندنا كذلك الوسط الحسابي خاص بالمتتالية الحسابية حتى تفهموا جيدا. ومنه ماذا تصبح؟ تصبح هنا إي واحد مربع يساوي كم؟ 576. يقول أحدكم لم أفهم، يعني في هذا المكان نعوض كليا بإي واحد مربع، لأن قلنا إي صفر في إي اثنان يساوي إي واحد مربع حتى تفهموا جيد، يعني هذه ننزعهم ونعوض بإي واحد مربع، نجعلها كم تساوي؟ تساوي 576. ومنه ماذا تصبح هنا إي واحد ماذا يساوي؟ يساوي جذر 576 أو ماذا؟ أو إي واحد يساوي ناقص جذر 576 حتى تفهموا الفكرة. لأن دائما في الرياضيات إذا قلنا مثلا X مربع يساوينا 4 فإن X يساوينا الجذر 4 أو X يساوينا ناقص جذر 4. دائما القاعدة تقول هكذا، بعدما نحسب هذه بالآلة الحاسبة سوف نجد 24، وهنا كم نجد؟ نجد ناقص 24. لكن أيهم مقبول والآخر مرفوض؟ قال وحدودها موجبة تماما، معناه يصبح هذا مقبول وهذا مرفوض. إذا نكتب هنا مرفوض، وهنا ماذا نكتب؟ نكتب مقبول. لماذا أبنائي؟ لأن قال حدودها موجبة تماما، يعني الحد السالب ذو القيمة السالبة سوف نتركه يذهب حتى تفهموا جيدا. نقول ومنه ماذا؟ إي واحد يساوي كم؟ يساوي لنا 24 مثل ما طلب منا، فقط لأن حدود المتتالية
إيلآن كيف هي موجبة تماما، لهذا هذا أصبح مرفوض. وقل دائما أي شيء إذا كان مربع يساوي لنا الجذر أو ناقص الجذر. هنا أكيد يعطينا اثنين وهنا ناقص اثنين، لكن بما أن الحدود قال نقبل الموجبة فهذه السالبة سوف ترفض فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق ثم استنتج قيمة اي صفر. إذا نكتب هنا عنوان استنتاج قيمة ماذا؟ الحد اي صفر. ركزوا جيدا، والسؤال جاء بصيغة استنتج. نأتي إلى هذه العلاقة فقط، نقول لدينا أنه اي صفر زائد اي واحد يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 30. نأتي بهذه الأربعة والعشرون ونضعها في هذا المكان، فأصبح أنا اي صفر زائد ماذا؟ زائد 24 يساوي لنا 30. ننقل هذا إلى هنا بحنا اي صفر يساوي لنا 30 ناقص 24، ومنه اي صفر يساوي لنا كم؟ يساوي لنا أبنائي 6 فقط. أرجو قد فهمتم، هذا نقلناه إلى هنا فيغير إشارة فأصبحت اي صفر كم؟ إنها 6 فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى الجزء الثاني. قال بين أن الأساس يساوي لنا 4. إذا نكتب هنا البرهان أن كي يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 4. نحن ماذا نملك؟ نملك هكذا، نقول عبارة الحد العام عندنا اي ان يساوي لنا اي بي في ماذا؟ في كي قوة ان ناقص بي. هذه هي عبارة الحد العام في المتتالية الهندسية في الحالة العامة. لو نأتي الآن أبنائي إلى هذه العلاقة، هذه كما تلاحظون، ونعوض هنا بواحد وماذا؟ وهنا بواحد وهنا بالصفر وهنا بالصفر، حتى تفهموا جيدا. لاحظوا وانتبهوا كيف ذلك؟ لأن في المتتالية الحساب الهندسية دائما الحد الكبير يساوي لنا الحد الصغير منه في الأساس، دائما هذه احفظوها. إذا قلنا مثلا اي 5 ماذا يساوي؟ يساوي لنا اي 4 في الأساس. إذا أرجو قد فهمتم، إذا اي 1 يساوي لنا اي 0 في كي، ها هو اي 1 يساوي لنا اي 0 في كي قوة 1 ناقص 0 هو 1، حتى تفهموا جيدا. ومنه ماذا تصبح؟ لكن نحن نعلم أن اي 1 يساوي لنا كم؟ 24، وإي صفر يساوي لنا كم؟ 6. نعوض هذا هنا ونعوض هذا هنا، فماذا ينتج؟ تصبح لنا هكذا، تصبح لنا 24 يساوي لنا ماذا؟ 6 في كي. ومنه هذا ينتقل إلى المقام هنا، تصبح لنا 24 على ماذا؟ على 6 ماذا يساوي؟ يساوي لنا كي، ومنه كي بالآلة الحاسبة كم سوف نجده؟ نجده 4، وهو الجواب. أرجو قد فهمتم. دائما العدد إذا كان مضروب في آخره إذا انتقل ينتقل إلى المقام مع إشارته، فأصبح هنا كي 4 وها هو الجواب أمامكم. نقول ومنه. ثم قال السؤال الذي بعده، قال ثم أكتب عبارة الحد العام إي آن بداية آن. إذا نكتب هنا كتابة عبارة الحد العام إي آن، أكيد بدلالة ماذا؟ بدلالة العدد الطبيعي أن. هنا ما علينا أبنائي إلا الإتيان بهذا القانون، ها هو أمامكم، ونقوم بملئه فقط. إذا تصبح لنا إي أن تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا إي صفر في كي قوة أن ناقص صفر، لأن المتتالية انطلقت من إي صفر. تصبح لنا إي أن قلنا يساوي لنا إي صفر في كي هو ماذا؟ قوة أن. ومنه إي أن يساوي لنا إي صفر نحن نملكها هي 6 في الأساس اللي هو 4 أس آن. أرجوكم ثم انتبهوا، إياكم وأن تجعلوا هذه 24 أس آن، لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا الأس واحد وهنا الأس آن، لا يمكن أن يندمج هذا العدد مع بعضهم بعض. احذروا، أعيد، أن يأتي أحدكم ونجعلها 24 أس آن، لا يا أبنائي. إذا هذه ربما الكثير سوف يخطئ فيها. 6 أسها واحد والأربعة أسها أن، إذا لا يمكن اندماج بينهم فاتركوها كما تلاحظوها فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى الجزء الآخر. قال أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أن إي أن زائد واحد ناقص إي أن تساوي 18 في 4 أس أن. إذا نكتب هنا ثالثا
إثبات أن ماذا؟ أن إي آن زائد واحد ناقص إي آن يساوي لنا 18 في 4 أس آن. إذا ننطلق وانتبهوا. أولا ها هي عندنا إي آن، وإي آن زائد واحد ما تصبح؟ تصبح لنا إي آن زائد واحد تساوي لنا 6 في 4 أس آن زائد واحد. لم أفعل شيء. إذا وضعنا هنا آن نضع هنا آن، إذا وضعنا هنا آن زائد واحد نضع هنا آن زائد واحد، فتصبح لنا هكذا إي آن زائد واحد ناقص إي آن هكذا تساوي لنا إي آن زائد واحد هو 6 في 4 أس آن زائد واحد ناقص إي آن اللي هو 6 في 4 أس آن، وتصبح لنا تساوي. هذه في الأصل ما هي؟ 6 في 4 أس آن زائد واحد هي ماذا؟ هي 6 في 4 في ماذا؟ في 4 أس آن. أي عدد مثلا هذا؟ لو نلاحظ جيدا مثلا 5 أس مثلا أس 3 ما هي؟ هي 5 في 5 مربع. لما نجمع القوة هذه مع هذه تعطينا هذه. كذلك هذه 4 أس آن زائد واحد ما هو؟ هو 4 في 4 أس آن. لما نجمع القوة تصبح لنا آن زائد واحد. حتى تفهموا الفكرة جيدا أبنائي. إذا بعدها ماذا ينتج؟ يمكن الآن أن نأتي إلى هنا ونعود، تصبح لنا هكذا 6 في 4 في 4 أس آن ناقص 6 في 4 أس آن. لم أفعل شيء، إنما هذه عوضتها في هذا الموضع حتى تفهموا جيدا. بعدها ماذا أصبح؟ هنا إي آن زائد واحد ناقص إي آن يساوي، نستخرج العامل المشترك. ما هو العامل المشترك في هذه الحالة؟ هو 6 وهنا 6. ركزوا جيدا، العامل المشترك هو عندنا 4 أس آن وهنا 4 أس آن. فماذا تصبح لو نستخرجهم؟ تصبح لنا 6 في 4 أس آن، ثم ماذا يبقى لنا بالداخل؟ انظروا هنا يبقى لنا كم؟ يبقى لنا العدد 4 ناقص، وهنا إذا نزعنا هذا عن المشترك ماذا يترك؟ يقول الكثير يترك صفر، لا يترك لنا واحد. يا أبنائي أرجوكم ها هو العام المشترك 6 في 4 أس آن وهنا 6 في 4 أس آن. إذا نزعنا من هنا ومن هنا يبقى لنا 4. أما هنا فالكثير يقول يا أستاذ تبقى لنا العدد صفر، لا يبقى لنا واحد. أي عدد إذا نزعناه يترك في مكانه الواحد. فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا 3 عفوا، تصبح لنا 6 في 4 أس آن في 3. هذا ضرب هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا 18 في 4 أس آن وإنه المطلوب. يقول أحدكم لماذا ضرب 3 في 6؟ لأنهم لهم نفس القوة، هذا قوته واحد وهذا قوته واحد، فلنا الحق أن ندمج بعضهم تصبح لنا 18، لكن 4 أس آن لا يندمج معهم. نقول ومنه ها هو الجواب أمامكم أبنائي فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية إلى الآن. إذا نكتب هنا استنتاج اتجاه تغير المتتالية التي اسمها إلى الآن. إذا نقول بما أن ماذا؟ بما أن إلى الآن زائد واحد ناقص إي لآن كم تساوي أبنائي؟ تساوي لنا 18 في 4 أس آن. لدراسة اتجاه متتالية ندرس الفرق إي آن زائد واحد ناقص إي آن. إذا وجدنا هذا الفرق موجب نقول متزايدة، وإذا وجدناه سالب نقول متناقصة. عندنا أولا 18 العدد كيف هو؟ موجب. هذه معنى أكبرت معنى كلمة موجب. وعندنا كذلك 4 أس آن مهما كان آن قيمة موجبة. مع هذا الفرق ماذا يعطينا؟ يعطينا قيمة موجبة، أي إي آن زائد واحد ناقص إي آن فرقهم موجب. هذه 18 موجب و 4 أس آن موجب. الفرق هذا ماذا يعطينا؟ يعطي موجب. نقول بما أن موجب نقول ومنه المتتالية التي اسمها إي لآن كيف هي؟ متزايدة تماما. لماذا تماما؟ لأن هذا الفرق موجب وانتهت القضية. أما إذا كان هذا الفرق مثلا جاءتنا ناقص 18 في 4 أس آن الفرق يكون هذا سالب، فإن المتتالية تكون متناقصة تماما وانتهت القضية.
بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى رابعا. قال أحسب 4 أس 4، إذا نكتب هنا حساب 4 أس ماذا؟ أس 4. عندنا بالآلة الحاسبة 4 ماذا؟ أس 4 سوف تعطينا 256، يعني اجعلها بالآلة الحاسبة. ثم قال ثم تحقق أن العدد 1536 حد من حدود المتتالية إلآن ورتبته. إذا هنا كذلك نكتب هكذا، نكتب التحقق أن، إذا قلت أن العدد، من هو العدد؟ 1536 حدا من حدود ماذا؟ من حدود المتتالية التي اسمها إلآن. إذا هنا حتى نتأكد أو نتحقق أن ذلك نقول نحل المعادلة. اسمعوا جيدا، دائما في هذا السؤال يأتينا في الحساب والهندسة يقول تحقق أو برهن أن العدد 1536 مثلا حدا من حدود متتالية. دائما نقول نحل المعادلة. من هي المعادلة؟ إن يساوينا هذا العدد الذي أعطينا، هذا العدد الذي هو 1536. قلت نقول نحل المعادلة. إذا لما نحل المعادلة يجب علينا أن نجد قيمة إن. اسمعوا جيدا، عندنا ماذا؟ إن لك إن هي ماذا؟ هي 6 في 4 أس إن، نجعلها تساوينا 1536. يا أبنائي الكثير يقول لم أفهم. قلت لما يقول برهن أو تحقق أو أثبت أن هذا العدد مثلا أي عدد حدا من حدود متتالية، نقول دائما في المتتالية الحسابية أو الهندسية نقول نحل المعادلة إن تساوينا هذا العدد. إن نحن نملكها لأن عندنا أنه ماذا؟ عندنا أنه إن من البرهان السابق هي 6 في 4 أس إن، نأتي بها ونضعها في هذا الموضع. ثم نأتي بعدها بما أن هذا العدد رأى إنه في، فإنه ينتقل إلى هذا المقام، فأصبح هنا 4 أس إن، عفوا، إذا قلت 4 أس إن يساوينا ماذا؟ 1536، قلت و36 على 6، أصبح هنا 4 أس إن يساوينا كم؟ 256. لكن 256 أليس هي 4 أس 4؟ نعم، لاحظتم إنها 4 أس 4. يتساوى عددان إذا تساوت الأساس، عفوا، إذا قلت يتساوى عددان إذا تساوى الأساس اللي هو الأربعة مع الأربعة والأس مع الأس، يعني هذا مع ماذا؟ مع هذا. إذا نقول ومنه إن كم يصبح لنا؟ يصبح لنا 4. لماذا 4؟ إذا 4 تساوينا 4 والأس يساوي الأس. يتساوى عددنا إذا كان الأساس يساوي الأساس والأس هذا يساوينا الأس. إذا أصبح لنا إن كم تساوي؟ تساوينا 4. هل هذا العدد الذي وجدناه عدد طبيعي؟ نعم إنه عدد طبيعي. بما أن العدد هذا عدد طبيعي، يعني لم نجد فيه فاصلة ولم نجد فيه ناقص، فإنه عدد طبيعي. نقول ومنه العدد، من هو العدد؟ 1536 حدا من حدود المتتالية التي اسمها إلآن، وانتهت القضية. إذا لما يقول برهن أنه حد نحل المعادلة ويجب علي أن أجد عدد طبيعي. ما معنى عدد طبيعي؟ معنى خالي من الناقص وخالي من الفواصل. جدوا كما تلاحظون. بعدها ماذا نقول؟ نقول إن هذا العدد الذي طلب منا إنه حد. ثم طلب شيئا آخر، قال ورتبته. ها هو وعين رتبته. تعيين رتبته. إذا هنا تعيين رتبة، لاحظوا. إذا قلت لاحظوا هنا لو نلاحظ آن كم وجدناه؟ آن ونقول لدينا آن وجدناه كم؟ وجدناه 4. كيف يا أبنائي؟ المتتالية من أين انطلقت؟ انطلقت من إي 0 ونحن وجدنا إي 4. اسمعوا جيدا، المتتالية انطلقت من إي 0، أن أول حد قال إي 0 والآن وجدناه كم؟ 4، فأصبح هنا إي 4. لو نلاحظ جيدا كم رتبة هذا العدد؟ لاحظوا إي 0 إي 1 إي 2 إي 3 وإي 4، عفوا، وإي 4. كم هي رتبته؟ تعالوا نلاحظ 1 2 3 4 5. إذا رتبته كم؟ هذا العدد رتبته 5. إذا أرجو قد
فهمتم؟ نقول رتبته هي ماذا؟ هي كقانون عام، هي دائما ضعوا هذا العدد الذي وجدتموه اللي هو 4 ناقص، من أين تنطلق المتتالية؟ من 0 وتضيفون 1. القاعدة العامة هكذا، العدد الذي وجدناه ناقص المتتالية تنطلق من إيه 0، يعني ناقص 0 وزائد 1، هذا صداقة، مثل ما نقول صداقة، يعني يجب عليك أن تضعه حتى تفهموا جيدا الفكرة العامة. أصبح هنا 4 ناقص 0 زائد 1 كم؟ إنه 5. إذا رتبته هي ماذا؟ هي 5. تخيلوا لو كانت المتتالية مثلا تنطلق من إي 2، ونحن مثلا وجدناه إي 11، وجدنا الآن 11، كم نقول؟ نقول 11 ناقص 2 زائد 1، 11 ناقص 2 هي 9 زائد 1 معناه 10، معناه رتبته 10. الآن شرحت لكم كل متى تعرفون الرتبة. إذن الرتبة هو هذا العدد الذي وجدتموه، تنقص لنا من أين انطلقت المتتالية؟ من إي 0 وتضيفنا له 1، العدد الذي وجدتموه ذلك هو رتبة تلك الحد فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال وفهمنا كيفية إيجاد الرتبة، نأتي الآن إلى السؤال الأخير. قال أحسب بدلالة أن المجموع S أن يساوينا إي 0 زائد إي 1 إلى غاية إي أن. إذا نكتب هنا حساب S أن أكيد بدلالة العدد الطبيعي أن. إذا نحن عندنا S أن قال يساوينا إي 1 زائد إي 2 زائد إلى غاية إي أن. إذا نقول S أن هذا ما هو؟ هو مجموع، إذا هو مجموع لحدود متتابعة لمن؟ لمتتالية، كيف هي؟ هندسية. أساسها هو أساسها كي كم يساوي؟ يساوينا 4. وحد الأول للمجموع، انظروا، هو الحد الأول للمجموع هو إي 1 ويساوينا كم؟ يساوينا 24. احذروا الحد الأول للمجموع. لهذا القانون ماذا تقول؟ S أن يساوينا الحد الأول لمن؟ إذا الحد الأول للمجموع، ليس الحد الأول في المتتالية، إنما للمجموع، ها هو للمجموع حتى تفهموا جيدا. إذا للمجموع ما هو؟ إذا الحد الأول للمجموع في الأساس أس، هنا نقول أس عدد الحدود هكذا ناقص 1 على الأساس ناقص 1. وفي بعض الكتب تجده معكوس 1 ناقص الأساس أس عدد حدود على 1 ناقص الأساس، كلاهما صحيح، لأن الكثير يراسلوني عبر اليوتيوب يقول أنت مخطئ في القانون. لا، هذا هو القانون، كلاهما صحيح حتى لا تختلط أمورنا. فيصبح لنا S أن يساوي الحد الأول للمجموع، الحد الأول للمجموع نضعه هنا. إذا يصبح لنا إي 1 في الأساس الذي هو 4، عدد الحدود كيف يحسب؟ دليل النهاية، ها هو. إذا عدد الحدود كيف يحسب؟ إذا كيفية حساب عدد الحدود، كيفية حساب عدد الحدود هكذا يساوي دليل النهاية ناقص دليل البداية ثم زائد 1، هكذا تقول القاعدة، زائد 1. إذا دليل النهاية كم؟ ها هو أمامكم أن، وتنقص له دليل البداية، ها هو كم؟ إنه 1 زائد 1. إذا دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد 1، هذه دائما تضيفها، يعني مثل ما نقول صداقة، ناقص 1 على الأساس ناقص 1 ويساوي 24 في ماذا؟ هذا وهذا قد ذهب في 4 أس أن ناقص 1 على 3. ثم يمكن أن نختزل هذا مع هذا، يعني يذهب، يصبح لنا أس أن يساوي 24 تقسيم 3، إنها 8 في 4 أس أن ناقص 1. الذي يختزل وينسى وضع هذه الأقواس هو مخطئ في الحساب. يعني لو تكتب هذه الكتابة تكتبها هكذا، تأكد بأن عملك خاطئ، يعني هكذا. لماذا أبنائي؟
لأن تصبحين الثمانية مضروبة في أربعة أسنان فقط، ليس مضروبة في هذا. لهذا أحذركم من الأقواس، دائما لما تنزعون خط الكسرة ويبقى لكم عدد هنا ضعوا الأقواس حتى تكون الكتابة صحيحة فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.